السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم أنه لن تجرى انتخابات رئاسية مبكرة في تركيا، مشيرا إلى عدم وجود عقبة قانونية تمنع الرئيس رجب طيب أردوغان من الترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2023. وقال مثلما أكد رئيس البرلمان التركي: لا توجد عقبة قانونية تمنع رئيسنا من الترشح في عام 2023، وأعلنا عدة مرات أنه لن يكون هناك انتخابات مبكرة وفق موقع TRT خبر التركي. وحول أزمة أسعار الكهرباء في تركيا، قال: بالتأكيد سيتم اتخاذ خطوات جديدة حول فواتير الكهرباء، رئيسنا يعطي تعليماته ولن يسحق مواطنونا أسفل التضخم. لقد دفعت الحكومات الائتلافية هذا البلد إلى التراجع، رأينا هذا في الماضي، والآن نحن نطبق النظام الرئاسي وحصلنا على الكثير من النتائج.